عايز اقول لحضراتكم ان الامور بتدار بمنتهى الجديه ولا تهاون اطلاقا، وان الكل حقيقي ما فيش حد بيدخر جهد الا عشان نعدي هذه الازمه ان شاء الله على خير، ويعني نطلع منها زي العالم كله. الحقيقه ما هو بيمر بيها دلوقتي، ولكن ان شاء الله باقل الخسائر. دور من الادوار المهمه جدا هو توفير مظله حمايه اجتماعيه لاسر تقريبا لا تملك قوت يومها. يعني كان معانا الاسرتين اللي شفناهم امبارح، ست محروسه وست جيهان، ست معاقه بتشتغل عشان خاطر تعول زوجها المريض وولادها اللي بيتعلموا، والست الاخرى ست جيهان بتشتغل في الكاوتش، كاوتش العربيات، عشان تربي اخواتها الايتام لغايه ما اتمت رسالتها وجوزتهم وهي حتى لم تتزوج. ففي اسر حقيقي هي اولى بالرعايه، وهو ده تقريبا هو المستهدف الاول لدى الدوله في هذه الفتره، توفير مظله حمايه اجتماعيه امنه لهذه الفئات في ظل هذه الازمه الاقتصاديه العالميه الطاحنه. برحب بسياده الوزيره الدكتوره نيفين القباج، وزيره التضامن الاجتماعي. سياده الوزيره مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عمرو، ويعني اتمنى تكونوا بخير، وبمسي على سيدات مصر كلهم، وبقول لهم الامهات والغير الامهات كل سنه وانتم طيبين. كل عام وحضرتك بخير، انا اسف فاتني يعني. لا ولا يهمك، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. بالمناسبه انا عارف ان حضرتك دلوقتي واحنا بنتكلم، احنا بنتكلم على تليفون حضرتك في الوزاره، تليفون المكتب. حضرتك عرفت منين؟ من مصادرنا. احنا اللي متصلين. عندنا طوارئ شويه اليومين دول. واضح يا فندم ان يعني الساعه دلوقتي عدت 11 وثلث تقريبا، وسيادتك كوزير التضامن الاجتماعي في المكتب، فواضح ان في امور اكيد شغالين عليها بشكل لا يحتمل التاجيل او التسويف. اكيد، ما احنا وزاره التضامن لازم نتضامن في كل الظروف، ويعني كل الفئات اللي بنخدمها وبنشتغل معاها تستحق الرعايه والحمايه. فيعني مهما قعدنا يعني نتمنى نكون نوفي باللي احنا بنقدر نعمله، والحقيقه احنا مش بنشتغل لوحدينا، يعني كل الحكومه والمجتمع المدني وكل مصر على قدم وساق عشان مصر تفضل دايما كده تخطي كل ازمه اقوى من اللي قبلها يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد النهارده بعد ما تم الاعلان عنه من حزمه الاجراءات وضم 450 الف اسره جديده لتكافل وكرامه من توجيهات السيد الرئيس، اكيد هو ده المستهدف الاول حاليا على ما اعتقد كده يا فندم. الحقيقه هو في عده فئات مستهدفه، منها اسر تكافل وكرامه او الاسر التي لم تلتحق بعد، اللي كانت قبل كده مرفوضه او اللي كانت قبل كده على قائمه الانتظار، في أصحاب المعاشات، في الحزمة الخاصة بالضرائب، في العاملين والموظفين بالدولة، يعني في كل الفئات معتبرة. التوجهات القيادة السياسية دايما أن يتم بحث جميع الفئات الموجودة، وأن لا يترك أحد، وأن ندعم كل مواطن على قدر الاستطاعة، لأن هو كمان كل مواطن المفروض بيقف ويدعم الدولة كمان في الوقت دوت. يعني كلنا بنشيل، مش الدولة بتشيل بس، كلنا بنمر بظروف صعبة والعالم كله بيمر بظروف صعبة، وتداعياتها بتيجي على المؤسسات وعلى الأفراد. فالدولة بتبذل قصارى جهدها، والمواطن أكيد بيتحمل كمان مع الدولة دوت. فالحقيقة الحزم اللي موجودة بتمس فئات كتير في المجتمع، لكن إحنا معنيين بالأولى بالرعاية، اللي هم الفئات اللي ممكن تكون حوالين خط الفقر، إما إنها تحت خط الفقر أو كانت فوقه، وفي أي ضائقة أو تقلب مالي أو اقتصادي بتقع تحت الخط. صح. فبنلحق بسرعة ندعمها بكل السبل علشان بقدر الإمكان تقدر تبقى واقفة لنفسها، مش بس في لمصالح ولادها، التعليم، الصحة، لأن أي خلل في التعليم وفي الصحة وفي التوجهات الأخرى وفي السكن والمعيشة حتى وتكاليف الأكل والشرب أكيد هتأثر على ناس كتير، بيأثر على الأسر طبعا. وده اللي احنا مش عايزينه، مش عايزين الأزمة تأثر على الحالة العامة للدولة، اللي الدولة بتستثمر فيها بقالها كذا سنة وبتعافي اقتصادها، وإحنا من ضمن الدول اللي كانت الأقل تأثرا بتداعيات فيروس كورونا. ولكن جت أزمة، الأول جت قبل فيروس كورونا كان في سيول لو تفتكر حضرتك في فبراير 20، يليها الفيروس كورونا، وبعدين يليها الأزمة الاقتصادية اللي موجودة في الوقت الحالي، تبعات الحرب التركية الأوكرانية الروسية. فالحقيقة يعني دايما الدولة بتقوم بتقدم حزمة من الخدمات الحماية الاجتماعية
والتمكين الاقتصادي في ذات الوقت طب عشان ال نقدر نقف. 450 ألف يا فندم اللي هيكونوا ضمن هذه الحزمة، هل هم بالفعل هم في قائمة المعلومات عند أو بياناتهم موجودة عند الوزارة، ولا مطلوب منهم يقدموا؟ يعني إيه المطلوب؟ احنا عندنا قاعدة البناء بتاعتنا فيها حوالي 36 مليون مواطن، اللي هما يساوي تقريبا 9.6 مليون أسرة. احنا بندعم حوالي 3.8 مليون أسرة، ودول الأكثر فقرا. بنحط خط معين للفقر، بندعم عنده. لما بيبقى فيه تقلبات اقتصادية بنرفع الخط دوت. تمام. فلما رفعنا الخط ده لقينا 450 ألف تقدموا كمان خلال العامين الماضيين، وإحنا بنسجل البيانات وتم إعلامهم دايما إن لما بتيجي فرص، لأن تكافل الكرامة برنامج ديناميكي، يعني أسر بتدخل وأسر صح. بتخرج، اللي بيتوفاهم اللي بيدخلوا بدلهم، اللي بيشتغل وبيخرج أو بيسافر خارج البلاد بندخل بداله. لكن بقالنا فترة ما دخلناش حزمة كبيرة من المواطنين، علشان كانت فترة اللي فاتت فيها تدخلات كتيرة فيروس كورونا، في فيروس كورونا، وكان فيها أيضا فرص عمل من حياة كريمة متاحة في القرى، لأن في مليارات كتيرة تم ضخها كاستثمارات في المحولات وفي البنية التحتية. طب فعشان كده البيانات الأسر دي موجودة عندنا تمام بالمحافظة وبكل حاجة، وحتى مستنداتها الرسمية موجودة. كعادتنا لما قبل ما بنصرف بنبعت البيانات كلها لهيئة الرقابة الإدارية، عندها قاعدة البيانات القومية الموحدة، احنا رابطين معاها شبكيا، رابطين مع الوفيات والمواليد، فبنقدر نعرف أول بأول عدد المواطنين المستحق في الوقت الحالي طبقا للي احنا المعايير اللي احنا حطيناه جميل. من 450 ألف عشان ما يتسربش الدعم ده لمن لا يستحق، فلازم يروح بالضبط. للناس فعلا اللي محتاجاه. وسيادة الرئيس وجه طبعا ان سيادته ان احنا ندعم هذه الأسر يدخلوا ضمن تكافل وكرامة، يعني نبقى بندعم حوالي 4.2 مليون أسرة بما يوازي حوالي 17 مليون مواطن. تقريبا يا فندم ال 450 ألف أسرة اللي هتدخل تقريبا، يعني الكلفة بتاعتهم هتكون في حدود قد إيه؟ 2.5 مليار جنيه سنويا. 2.5 مليار سنويا، ده لل 450 ألف أسرة اللي هم هيدخلوا جديد. ده بالإضافة لل 20 اللي موجودين أساسا، لل 3.8 مليون. إذا ال 4.2 هيكلفوا الدولة 22.5 مليار جنيه سنويا. 22.5 مليار جنيه سنويا، ده فقط لبند اللي هو تكافل وكرامة. بالظبط. طيب اكيد في حزم اخرى يا فندم، يعني اكيد حزم في اخرى. احنا عندنا طبعا في بقى حزمه المعاشات، يعني يمكن كان النهارده موجود معانا السيد زميلي السيد اللواء جمال عوض. مظبوط. حزمه المعاشات رحل 10.8 مليون مواطن، برضو التامين الجزء بتاع المعاشات هيتم صرفه من 1/4 بدل من 1/7. مظبوط. الفرق بين من 1/4 ل 1/7 تكلفته حوالي 7 وشوية مليار جنيه. يعني الثلاث شهور التقديم دول في الزياده هيتكلفوا المليارات دي كلها؟ على مدار العام بيتكلف حوالي 38 مليار. 38 مليار. يعني زياده المعاشات اللي هي الزياده كلها. مظبوط. 38 مليار. 13% بما يشمل الثلاث شهور الزياده، كأن الزيادة هياخدها مش على 12 شهر، على 15. مظبوط. هي كانت لسه في 1/7 فهتيجي في 1 ابريل، يعني في 3 شهور زيادة ما كانوش محسوبين. وفي مساعدات عندنا بقى اللي هي يعني الدعم النقدي، ودعم نقدي شهري بيروح بشكل منتظم. لكن عندنا مساعدات اجتماعية بتروح للأسر اللي فيها طلاب مدارس وطلاب جامعيين تحت بند تكافؤ الفرص التعليمية، بندفع لهم مصروفاتهم. عندنا بعض الجهات أو الأسر اللي عندها أمراض مزمنة، فبنصرف لهم دعم مؤقت لغاية ما يخلص فترة العلاج. عندنا ناس بتاخد جلسات علاج هرموني تحت بند السرطان، فهم إحنا بندفع لهم جلسات دي في شكل دعم نقدي، بس بعد ما بيخلصوا العلاج بنوقف. ففي مساعدات اجتماعية. تكافل وكرامة ليس هو البرنامج الأوحد. مظبوط. في الحماية الاجتماعية، لكن هو الأشهر يعني. طبعا، لأن وكمان قيمته أكبر بكتير طبعا. وفي المجتمع المدني بقى، احنا كل ده بنتكلم على الدولة، المجتمع المدني عنده حزمة أخرى من
التدخلات المستمرة، واللي احنا دلوقتي يعني نجحنا في تطوير منظومة إلكترونية عشان نقدر نرصد بيها التدخلات اللي بيقدمها وبيقدمها لمين، عشان نقدم لأفراد مختلفين ونتكامل مع بعضنا بدل ما نكرر أكيد. نفس التدخلات، بالإضافة إلى في مؤسسات دينية ولجان الزكاة. فيعني الحمد لله كده لو احنا بنغطي 4 وشوية مليون أسرة، فكده نضمن ان على الاقل ليس اقل من 6 مليون اسره بيتم تغطيتهم على مستوى مصر اذا اعتبرنا كافه الجهات اللي بتقدم خدمات. انا بشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، وجهد الحقيقه مشكور في ظل الفتره الصعبه العالم كله بيعيش فيها. شكرا جزيلا سياده الوزيره الدكتوره نيفين القباج، وزيره التضامن الاجتماعي.